الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحباء أينما تكونوا، وحياكم الله وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. وها نحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم وعبر قناة الأيام الفضائية والبرنامج المباشر الفقه حياة الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. قبل كل شيء دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة العلامة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيد العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وحفظكم الله من كل سوء. نعم حياكم الله سماحة السيد. كالمعتاد كما عودنا السادة المشاهدين في كل حلقة نتحدث عن موضوع معين. اليوم بودنا سماحة السيد نتحدث عن شهر رمضان باعتباره أنه شهر يعني الالتزامات، شهر العبادة. نرى الكثير من الأشخاص يلتزم في هذا الشهر ويراعي حرمته، يعني من صلاة، من يعني قراءة قرآن، من أدعية إلى غيره. وهنا السؤال سماحة السيد، كيف يستثمر الإنسان المؤمن هذا الشهر الفضيل اللي هو شهر رمضان، وكيف يعمل على يعني صياغة شخصيته بشكل آخر فيما يناسب يعني هذا الشهر الفضيل؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الإخوة الأعزاء، الأخوات الكريمات، يعلموا أنه الفرص لما تأتي للإنسان لن تبقى، الحياة هي هكذا، الزمان بحسب تعبير العلماء يتصرم، يتصرم يعني يذهب ويتجدد. هذه الدقيقة اللي كنت معاك قبل دقيقة ذهبت ولن تعود، وهذه الدقيقة اللي أنا فيها معاك هي ستذهب وتأتي دقيقة أخرى وهكذا. فالفرص تذهب وتفوت الإنسان سواء استغلها أو لم يستغلها، استفاد منها أو لم يستفد منها. الفرصة لا تنتظر صاحب الفرصة أنه يستفيد أو لا يستفيد. فالعمر هكذا أيها الأخ، العمر هكذا، على أنه نحن شبابنا انتهى. أتكلم عن نفسي، جنابك بعدك إن شاء الله في مقتبل عمرك، الله يحفظكم. ذهب شبابي ودخلت في سن الكهولة وصرت كهلا، وبعد ذلك سأكون شيخا، وبعد ذلك أرضى للعمر وينتهي الإنسان. وحري بالإنسان أن يلتفت إلى هذا الزمان ولا هذه الفرص أن لا تفوته عبثا. شهر رمضان لا إشكال ولا ريب فيه مجموعة من الأحكام والإلزامات والالتزامات طبعت الإنسان على شيء. يعني أول يوم رمضان كان صعب على بعض الإخوة أن ما يتريق وما يشرب شاي وما يشرب جقارة، ويبدأ حسب تعبيرنا يتذمر، يبدأ يتحجج، يبدأ عليه حال يسيء خلقه لأنه ما شارب شاي، لأنه ما شارب جقارة، لأنه ما متغذي، جوعان، عطشان أيام الأولى. ولكن الآن 18 يوم من هذا الشهر انقضت، هاي 18 يوم تطبع الإنسان، طبع عادي عنده صار، لأنه صار 18 يوم ما يتريق، 18 يوم ما يشرب شاي بالنهار، 18 يوم ما يشرب جقارة، فطبع نفسه على ذلك، نفسه صار هين عليه، هين عليه. لو بعد 10 أيام هم يصوم ماكو مشكلة، لو بعد شهر هم يصوم هم ما في مشكلة، يعني تطبع الإنسان على ذلك. ففرصة رمضان أننا تطبعنا على الجوع والعطش ومقارعة ماذا؟ مقارعة بعض العادات والسلوكيات التي كنا نرغب إليها. مش قد ناس الآن يقول أنا في رمضان ما اغتابيت، الحمد لله غيبة ما اغتاب، لأن رمضان ما اغتاب، جيد ممتاز، فأنت تراعي حرمة رمضان فما تغتاب، أو تراعي حرمة رمضان أغاني، تراعي حرمة رمضان ما تقعد قعدات مو لطيفة، يعني جيد
فتطبعت على شيء. نعم. فيا ليت أن هذا التطبع يتحول إلى طبع. نعم. شيء يتحول إلى طبع. طبع. بلي. لأن الطبع هو الملك. طبع يعني طبيعة طبيعة نعم. السيد هذه. طبيعة الأخ هذه. نعم. فالتطبع يؤدي إلى الطبع. يؤدي إلى أن تكون سلوكياتك هالشكل. طبيعة طبعك هذا. نعم. إذا قدرنا أن نستغل شهر رمضان بهذه الالتزامات التي قمنا بها بهذا. مثل بعض الأخوة يقول شهر رمضان أنا صلاة الليل ما تركته. ممتاز. نعم. ممتاز. جيد. هذا خليه يستمر. يدوم. هذا أحسنتم. ليدوم. نعم. ليكون في واقع فرصة رمضان والتزامات رمضان وعادات رمضان التي أخذتها واكتسبتها أن شنو لا تفقدها. نعم. تبقى مع شخصيتك. خلص أنا صلاة الليل خلص بعد ما أترك. نعم. نعم. أو أنه أنا حفظت لساني طول هذا الشهر خلص فأريد أقفل لساني قفل. والقفل مهم. نعم. أن الإنسان يقفل ماذا عن الغلط عن الغيبة عن الكذب وما ذلك. أضرب مثال في هذا المجال لا بأس لبعض الشباب. شوف حبيبي أنت لما تروح إلى نادي شو يسمونه أنتوا نادي الرياضي أو نادي بناء الأجساد القاعة هي قاعة يسموها قاعة هذه النوادي اللي هي اللي نسميه التمرين البدني أو الرياضة البدنية. انت اول يوم تروح يقول لك شيل هذا وقعد وقوم ثلاث مرات سوي هالشكل وحركة الفلانية. اول ايام كل جسمك يوجعك. نعم. عضلاتك كلها مأذيتك. نعم. ليش؟ لان بدأت العضلات شنو تتكون. نعم. بدأت العضلات شوية تنشط. نعم. فلمدة اسبوع عشرة ايام. نعم. انت بالقوة تتحرك. ها بابا شبيك. نعم. بابا يعني ظهري. تشنجات هاي التشنجات طبيعية. نعم. بس لما تبقى بالقاعة ليسموا قاعة. نعم. تبقى بالنادي الرياضي أو بالقاعة الرياضة تبقى شهر أو شهرين يشوف جسمك هو. نعم. تطبع على ذلك ويتقبل هذه يتعضل. نعم. يتعضل صار عضلات. نعم. الكرش راح مدري شنو راح. نعم. فيا ليت الإنسان يبقى على هذه حتى يبقي على شنو. نعم. يبقي على جمالية جسمه وقوة بدنه وعضلاته. أما يقول لا أبوي قال لي عطلة الصيف روح العب رياضة عطلة الصيف. نعم. من تبدأ الدراسة بعد ما أروح. زين هاي عضلاتك تبدأ مرة ثانية. نعم. شنو تتراجع أحسن تخمل. نعم. وتبدأ أنت تترهل. فهي ليت يا ليت ما اكتسبناه ألا نفقده. نعم أحسنتم. هاي حكايتي الأخيرة ما اكتسبناه ألا نفقده. نعم. ويخسر الذي يفقد ما اكتسبه. نعم احسنتم. وهنا العبره سمحت لك. احسنتم. نعم. انت في رمضان بعض الاشياء. نعم. الحلوه بعض قراءه القران. شباب يقول سيدنا احنا قراءه القران في رمضان لطيفه كل شيء كل يوم. نعم. جزء. خب خلي هاي قراءتك القران طول السنه. نعم. ولو صفحتين. نعم. ولو صفحتين ما اقول لك جزء ولو صفحتين. نعم. يبقى تعهدك بالقران وتعهدك للقران. جميل. شيء ثابت. فاقول لابد للإنسان أن يستغل الفرصة في تكوين بعض الصفات الجيدة وبعض العادات الجيدة. هذه العادات والتكوين الجيد أن شنو أن يستمر ويستدام حتى يكون ممن شنو يحظى بالفرصة وأن لا تذهب سدى. كمن حصل على أن بعض الإخوان رايحين للجندية. طبعا بالعراق للأسف ماكو جندية وهذا اللي إن شاء الله يصير الجندية لأنه جندية زينة للشباب سيضوجون ويعلقون. نعم. سيد شيء يريد من عندنا. نعم. لأن الترهل الترهل الموجود الحال. نعم. اللي شايفين الميوعة. نعم. ميوعة الشباب هذا لما يروح الجندية يقوموا الصبح ويضربوا براسه ويمشي كذا وصعد الجبل وازحف بالطين هذا يجعل جسمه جسم رجولي مو أنوثي كما الآن الحالة الأنوثة الخناثة للأسف الشديد. نعم. هاي الرجولة وهاي القوة وهاي القسوة وهاي هذا في الواقع بعد. نعم. الجندية لا يرجع واحد بطنه الكبر ووضع. نعم. مدري شلون. فأقول فرص تأتي على المستوى المعنوي. نعم. لا نتركها. نعم. فرص تأتي على المستوى المادي لا نتركها.
فرص تأتي على مستويات كثيرة أخلاقية وتعاملية وسلوكية، هذه أن لا نتركها بمضي الوقت. الاستثمار مو بس أنه نكتسب، الاكتساب سهل لبعض الناس، ولكن الاحتفاظ بالمكتسبات شنو؟ نعم أصعب. أحسنتم. إحنا اكتسبنا الانتصار على داعش بلي، بس حافظنا على المكتسبات؟ لا للأسف. والآن أمس شوف ضربونا، أمس كم تعرض صار. ليش؟ لأن صار خمول، صار تكاسل، قلة الهمة، نايمين الشباب مدري إيش، وهذا يعني مكتسباتك بدأت شنو للأسف تروح. نعم أحسنتم سمحت السيد، بارك الله بكم. الآن نجعل هذا الوقت إلى يعني الاتصالات وكذلك أنه الاستماع على بعض البصمات حتى نجاوبهم. نعم زميلنا المخرج، نعم عندنا كل البصمات نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيد. سيد أنا طالبة أداوم بالجامعة يومين بالأسبوع، زين أنا أداوم بغير محافظة، محافظة النجف، يصير علي إفطار إذا يعني أداوم؟ لأن أنا داومي يتيه بثنتين يعني أذن وأنا داخل الجامعة، يصير علي إفطار أستمر بصيامي؟ نعم سمحت ما افتهمت، هي شنو جامعتها وين وهي كم مسافتها؟ يومين في الأسبوع سمحت السيد، طالبة انه تداوم في احدى الجامعات في النجف الاشراف. كم مدته؟ يومين. لا مدة الدوام كم سنة صار على هالوضع؟ لم تذكر. وكم ساعة دوامها؟ نعم كان المفروض تبين لي كم ساعة دوامي وكم سنة صار لي، 3 سنوات 4 سنوات شلون؟ نعم. اما اذا هذا السؤال اللي طرحته اريد اجاوب عليه، اقول انت ما دام ما عندك ذهاب الى المدرسة بشكل او الجامعة بشكل منتظم فترة طويلة بني عدد كبير، فأنت في الواقع صومك باطل، يعني تفطرين وصلاتك قصر إذا كان بهالكيفية هذه، مؤقتة، حالة مؤقتة، سفرتين بالأسبوع مؤقتة وليست دائمة، أنت صلين قصر وما تصومين. نعم أحسنتم سماحة السيد. عندنا اتصال من الأخ مجيد، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك نعم الله. يا اخ مجيد تفضلوا. ممكن سؤال؟ نعم سمح السيد يسمعكم ان شاء الله تفضلوا. انا يصير واحد صايم فوق يدي يقدم واحد ياكل قيمه يصير وما يصير. شلون؟ ممكن اعاد السؤال يا مجيد؟ يصير شنو؟ الو بلي ممكن اعاد السؤال. نعم مجيد عيد السؤال. نعم يا مجيد تسمعنا؟ نعم. شخص صائم وهناك شخص يجلس بجانبه يأخذ غيبة. نعم سمحت السيد، ربما كان هذا مفهوم السؤال. شخص صائم وهناك شخص يجلس بجانبه ويأخذ في الواقع أنا لابد أن أقول يا أبا رجاء إحنا ماكو داعي تذكر الآخرين، يعني إنهاء النهي عن المنكر. غيبة ما أحب يعني تذكر الآخرين بمحضري، وأنا ما يعني ما أجوز هذا وما يجوز أصلا. فنبه إن انتبه جيد، ما انتبه غادر، قل له عفوا أنا أقوم أروح، لا تعال نغير الكلام كذا، جيد غير الكلام أنا معاكم. حالة من النهي عن منكر تكون موجودة وصومك لا إشكال فيه، صومك ما في مشكلة. نعم أحسنتم سمعت السيد. عندنا اتصال من الأخ ضياء، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلاقة يا أخ ضياء ابتعد عن التلفاز حتى يكون الصوت واضح. نعم عيد لنا السؤال. ما جاي نسمع. نعم ما جاي نسمع سمحت السيد، إن شاء الله يعيدون. نعم عندنا بصمة نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. سيدنا في الوفاة المسألة، اكو مرأة هنا من يمني مرض اخوي الصغير، قبل 10 سنوات رجلها عنده محل، المحل مال بيع حلويات، فكانت تاخذ من عنده فلوس، مرات ما يدري مرات هو ينطيها، فجمعتين اشترت بيهن تلفزيون وميز مال تلفزيون، تقول انا لحد هسه ما قالت لي هذا حرام علي، انا هسه شنو الحكم علي بهذا الحال؟
فهي تقول أنا أخذ بدون ما يدري هو، مرات هو ينطيني مرات أخذ بدون علمه، ولحتها السالم وهسه هي ما تملك ولا ألف دينار يعني ما عليه، وما تقدر تقول تواجهه وتقول له، تقول أنا أستحي أقول له يعني ما أقدر وجه أحط وجهه بوجهه وأقول له. نعم سمعت السيد. يعني كانت متأيدها على فلوس الناس تأخذ بدون إذن. نعم. هذا المقدار اللي أخذته. نعم. هذا المقدار اللي أخذته لابد أن ترجع أو تتبار الدم. نعم. تقول شو ترجع وعيب تقول كذا شلون علي حال العيب. نعم. العيب أهون من النار كما يقول الإمام الحسين، العار ولا النار. نعم. العار ولا النار. حسنتم. فإما تقول لي يا أبا بريد الذمة ترى كنا أطفال كنا صغار كنا كذا فعلي حال، إذا قال إيه ما بريد الذمة خد جيد، إذا ما يعني ما تقدرين تقول هالكلام هيئي المبلغ اللي عندك اللي أخذت فيه هيئي بدون أن تقول لي لا خليه بالدخل خليه بالمحل خليه بالجيب علي حان وصلي حقه ولو بدون علمه. نعم سمع السيد، يعني كانت تقول انه هذا المبلغ اشترت فيه ميز تلفزيون يعني ربما حاجة. مو مشكلة. نعم. هي زوجه مو زوجه هو. بلي. رجال زوجه هو من زوجه كانت تسرق؟ يعني نعم من زوجها سمعت السيد. يقول زوج حماية او كذا المهم. نعم. علي حال اذا من زوجها واشترت للبيت وزوجها في الواقع يرضى بذلك هو جيد. نعم. أما إذا لا من زوجها وهو لا يرضى حتى لو تشتري البيت هذا لابد أن تسترضيه بطريقة أو بأخرى، تقول لي برينا الذمة أبو فلان، تحاول أن تنطي خبر بلي. نعم. نعم أحسنتم سمعت السيد. نعم عندنا بصمة أخرى نسمح إن شاء الله. السلام عليكم، رمضان كريم. سيد أنا طالبة جامعية وعندي دوام يومين في الأسبوع، أنا قضاء أقطع تقريبا مسافة 65 كيلو للوصول إلى الجامعة في مركز المحافظة، أنا مركز محافظة الناصرية، هل علي صيام أو إفطار وتستمر المحاضرات إلى ما بعد آذان الظهر إلى تقريبا 2:30 إلا أنتهي وبعدها أرجع إلى القضاء من المركز إلى القضاء، ما هو الحكم الصيام والإفطار؟ نعم كم صحيح. كيلومتر بين القضاء وبين يعني ربما 65 كذا 65 تقطع مسافة نعم. كم مرة بالأسبوع؟ مرتين سمعت السيد. مرتين. نعم. نفس الكلام أنه ما دامت المدة قصيرة يعني شهر شهرين ثلاثة بهالطريقة هذه هذه تصلي قصر وتفطر لأنها مسافرة. نعم. واضح لأن ما عندها حسب تعبيرنا برنامج مستمر. نعم. في أن تكون كل أسبوع مرتين، إذا برنامج مستمر كل أسبوع مرتين يعني بشهر 8 مرات. نعم. فإذا حكم آخر يختلف. نعم. أما إذا لا مدة قصيرة شهر شهرين وتخلص وعلي حال مو مدة طويلة نقول له تقضي إبل يصلي قصر. نعم. وتفطرين وتقضين إن شاء الله وقت آخر. نعم أحسنتم سمعت السيد. نعم زميلنا المخرج. نعم عندنا بصمة أخرى نسمعها. السلام عليكم، هل يجوز قلع السن أثناء الصوم؟ نعم، نعم يجوز قلع السن أثناء الصوم بشرط أن لا ينزل شيء من الدم والماء والسوائل إلى الجوف، إذا تقدرين أن ما ينزل شيء أصلا ما تبلعين ولا قطرة جيد قلع سنك، ولكن إذا تقولين لا يمكن ينزل ماء والدم وكذا هذا ما يجوز. نعم عندنا اتصال من الأخ مازن. نعم حياكم الله يا مازن تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيد رشيد الحسيني. عليكم السلام حياك السلام. الله تفضل. نعم تفضل. يا مقبول عليكم إن شاء الله بكم ورمضان كريم عليكم. إلهي آمين إلهي آمين. نعم تفضلوا يا مقبول. عندي ثلاثة أسئلة وياكم إن شاء الله. بل. السؤال الأول، العام والدتي كانت مريضة وتوفت بالسفر ليلة 19، يصير نصلي لها حتى لو احنا عندنا قضاء؟ اخوي علاء هو قاعد يصلي لها. هذا السؤال الاول. من اللي متوفي؟ والدتها. نعم. ها؟ بلي السؤال الاول نعم. هذا السؤال انه عنده سؤال ثاني بعد. بلي. السؤال الثاني. نعم. يصير واحد يصلي لها واحد يصوم لها نتطوع يجوز؟
نعم، شخص يصلي والآخر أيوه شخص يصوم. بلي اي أيوه والله. والسؤال الثالث، نعم، يصير واحد يجهر مني يصلي مني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ نعم إن شاء الله سمحت للسيد جاوبكم. مشكور سيدنا، حياكم الله يا أخ مازن، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم سمحت للسيد، كان سؤال الأول عن والدته المتوفية. نعم، يقول والدتي توفت في نعم. على حال في صفر وبقي عليها صلاة وصيام، هل يجوز لنا أن نقضي عنها؟ الجواب نعم، نعم يجوز لكم أن تقضوا عنها، وحتى لو كان في ذمتكم بلي صلاة. نعم. أنا في ذمتي صلاة أقدر أقضي عن الآخرين. نعم. أما إذا في ذمتي صوم ما أقدر أقضي عن الآخرين إلا أن أكمل صومي وبعدين أصوم عن الوالدة. نعم، سؤال الثاني سمع السيد، هل يصح أنه شخص يصلي لها والثاني أنه شخص آخر لا إشكال في ذلك، شخص يصلي وشخص يصوم أو أشخاص يصلون وأشخاص يصومون، لا إشكال في ذلك تطوعا أو بفلوس. نعم، سؤال الثالث كان هل يصح الجهر بالتسبيحات سمع السيد؟ التسبيحات ينبغي فيها الإخفات. نعم. ينبغي فيها الإخفات. نعم. عدنا بصمة أخرى سمع زميل المخرج. نعم متصل مرتضى. نعم يا مرتضى تفضلوا. نعم حياكم الله. نعم مرتضى تفضلوا، أنتم على الهواء إن شاء الله نسمعكم. سيد في السؤال استفسار. بلي. هل يجوز أحط عطر أثناء الصوم؟ نعم ابتعد عن التلفون. نعم نعم. إن شاء الله سؤالك واضح بابا. نعم سمحت السيد نجاوب الأخ مرتضى. أنا هذا السؤال عدة مرات أجبت عليه من بداية رمضان إلى الآن، أن العطور بالنسبة للصائم لا إشكال فيه ولا يضر الصوم، بل هناك رواية تقول أنه الطيب يعني العطر، الطيب تحفة الصائم، لابد إنسان صائم ريحته طيبة مو ريحة عرق وريحة وصاخة، يتعطر يروح المسجد والمسجد كله ريحة عطور جميل، وهذا لا يضره بمن بالصوم. نعم أحسنتم سماحة السيد. عندنا بصمة أخرى. نعم نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا الجليل، الاستنشاق بخار الماء للتخفيف من أعراض مرض كورونا نهارا يبطل الصيام، وهل يكون عن طريق الفم أو الأنف أو كلاهما؟ جزاكم الله خير الجزاء. نعم سمعت السيد. هذا التبخير يعني يعملون ماء حار وبخار ويخلون يعني شادر وكذا على الرأس، حتى هذا في الواقع إذا كان هذا البخار يتحول إلى قطرات مي ما يصير. إذا يتحول إلى قطرات يعني يخلي رأسي هالشكل والبخار في فمي ويتحول إلى قطرات مي، هذا ما يصير. نعم هذا في إشكال. أما إذا كان لا بخار خفيف وأنا في الواقع فقط أستنشق حتى يفتح خياشيمي أو يفتح حسب تعبير شو يسموه الأنف، هذا ما في مشكلة إذا لم يكن كثيفا البخار كثيفا ويتحول إلى قطرات. نعم أحسنتم سمعت السيد. عندنا بصمة أخرى. نعم نسمح إن شاء الله. ألو سيدنا، هذول ايتام هنا يمنا بس هم يقبضون راتب، يصير اعطيهم مال صيامي؟ يعني انا قبل ما صايمه وشقيقه ومريضه، يصير اعطيهم عندهم راتب؟ نعم نعم سمحت السيده. لا اشكال ولا ريب انه الاطعام بدل الصيام اللي عاجزين عن الصوم يعطون بدل الصوم 22 كيلو ونص طحين اخر يعني بعد قبل رمضان القادم. نعم. ينطون حتى لو كان يتيم عنده راتب، ولكن هذا الراتب لا يعني أنه يغنيه. نعم. راتب عنده بس مو أنه غني، الغني يعني مكتفي بكل شيء، إذا ما مكتفي يجوز لكم أن تعطونه ذلك. نعم أحسنتم سعد سيد. عندنا اتصال. نعم ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وإن شاء الله صيام مقبول علينا وعليكم إن شاء الله. والسيد رشيد الحسيني والدي ووالدتي يدعو لك بالخير ويسلمون علي. نعم الله يحفظكم إن شاء
سيدنا عيني اني طالب سادس. أنا طالب سادس ومدرسين اكو مدرسين يعني كلش قويين، هو انا جاي اتعلم عن بقيه الطلاب همين ما قدروا يوصلوا لي. فهذول المدرسين عندهم دورات الكترونيه بفلوس يعني مبلغ مالي قوي. اكو احنا الطلاب ما نقدر يعني ندخل بهاي الدورات، اكو غيرنا يدفعون فلوس ويدخلون بهاي الدورات. فهذول المدرسين يطلعون يدمون ودم برغبتكم وما مبرزين ويدعون علينا ويعني كل شيء طبعا. على احنا جاي نشوف هاي الدورات مجانا جاي يسربوها، يعني مثلا جاي نشوفها مجانا، فهم يطلعون يقولون بالشرع بالدين هاي شغلات حرام ودم برغبتكم يوم الدين، انتم مو اهلكم. اي تجاري يسوون فينا، فاحنا صايمين هسه ورمضان ومقبلين على امتحانات، فهذا الشيء صدق حرام يعني صدق جاي يأذينا وما جاي يضممون علينا وجاي يدعون علينا يعني كلش اذونا، واحنا ما عندنا امكانيه ان ندخل بهيج دورات يعني شويه مبلغنا قوي. نعم نعم صحيح. بلي والله ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم وان شاء الله بركت من السيده جاي نتعب احنا الطلاب السادس بركت يدعينا هاي السنه الله يسهل علينا دعاية وربا مستجاب. نعم فما شاء الله يحفظكم ان شاء الله. نعم سمحت السيد الاخ طالب سادس اسمه زميل المخرج شنو كان اسم الاخ؟ احمد. بلي شوف حبيبي أحمد، أولا سلامي للوالد والوالدة، السلام محبة وإخلاص ودعاء إن شاء الله تعالى، والله يوفقهم ويرفع شأنهم ويوفقهم في تربية أولادهم بشكل صحيح ويتقبل منهم، هذا أولا. ثانيا شوف حبيبي، صحيح تقول أنا ما عندي إمكانية أخذ دورة اللي هي قد تكون غالية، ولكن أنا لازم أستمع وأستفيد. هذا مو مبرر انه لان انت ما عندك فلوس وتروح الى حق الاخرين تاخذ حق الاخرين، تقول يابا انا ما عندي فلوس فلازم اسمع، ما يجوز. مثل واحد يقول انا ما عندي فلوس خل امد ايدي بجيبك اخذ، ما يصير. فهذه الدروس اللي ما واضعها الاستاذ هذه حقه، هذه يقول انا هذه تعبي، هذا تعبي انا انطيه باجور. انت تجي تقول لا انا ما دام اكو طريقة إلكترونية أقدر أخذ هذه الدروس وأخذ المحاضرات بدون أن أدفع شيء، الفقهاء يقولوا هذا خلاف الاحتياط الوجوبي. بعض الفقهاء طبعا يفتون فتوى، بس بعض الفقهاء يقولوا احتياط وجوبا أن لا تستفيد من هذه المحاضرات بدون إذن صاحبها أو بدون دفع أجورها. والله يوفقك إن شاء الله تعالى، وحاول جهد إمكانك أن على حال الطلب اللي دخلوا الطلبة اللي دخلوا هالدورة هم تقعد وياهم تسوي لك شنو يسوون مباحثة فيما بينكم حتى هو ينقل لك المعلومات اللي شنو اللي تلقاها. هذا مو حرام، أنا معلومات لقيتها أعطيك إياها، هذا ما في إشكال. نعم أحسنتم سمعت السيد. ويانا اتصال من الأخ علي، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن استفسار من سمعت السيد؟ نعم السيد يسمعكم إن شاء الله. نزل التلفزيون بابا. نعم نصينا التلفزيون وتفضلوا. سيدنا ممكن عند والدتي مجلوطة وعند السكر، شو ترتب عليها إذا الصوم؟ نعم أكو سؤال آخر. تلفزيون جاي يسمع حبيبي هذا. نعم سمعت السيد. خلاص نجاوب. نعم نجاوب إن شاء الله. رجاء من الإخوة اللي يتصلون خلي ينزل التلفزيون أو يطلع من الغرفة حتى لا يصير هذا الصدى اللي يصير خلل. شوف حبيبي والدتك مجلوطة يعني جلطة شون دماغية لو قلبية؟ إذا قلبية على حال هي تعرف نفسها أنه الصوم يأذيها وما يأذيهم، والجلطة على حال ما عندنا يعني قاعدة كل مجلوط لا يصوم. أكو ناس مجلوطين ولكن قادرين على أن يصوموا ومتمكنين على أنه حسب تعبيرهم يهيئون أمورهم وأدويتهم وقضاياهم حتى يصوموا، فما عندنا قاعدة كل مجلوط ما يصير يصوم. هذا كل واحد يعرف نفسه، والدتك هي تقيم نفسها. ثانيا مسألة السكر أيضا نفس الشيء، أكو ناس عندهم مرض سكر ولكن مرتبين
نسبة السكر في أخذ الأنسولين والجرعات وقادرين أن يصوموا. أما والدتك الكريمة ما أعرف شنو وضعها، فنقول لها أنه يا حجية هل أنت جربت الصومين وشفتي وضعك؟ إذا قالت إيه جربت وشفت كلش تعبت وما أقدر أصلا، فأنت معذورة. أما إذا ما مجربة وتقول أنا على حال لأن عندي سكر ما أصوم، هذا يحتاج إلى على حال إنسان شوي يكون جريء أن ما يصوم لاحتمال بسيط وهو أنه قد سكر يرتفع. فعموما الإنسان بينه وبين الله هو يقيم وضعه. نعم أحسنتم صاحب السيد. عندنا اتصال آخر من الأخت أم علي، حياكم الله تفضلوا. نعم أم علي تفضلوا. نعم ألو تفضلوا. السلام عليك شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تفضلوا. شيخ عبد السعال. بلي سماحة السيد يسمعكم إن شاء الله. يسمعني الشيخ؟ بلي يسمعكم السيد إن شاء الله، تفضلوا. شيخ أنا أمشي بالسوق مرة العام ورجال حق سمك والسمك ميت، وأنا قلت السمك هذا ميت وظلت أوهمت الناس خاب مؤشرة من عدة. وأحلمت باللي المقدس كسرته بحقي ومبيته، والله توهوس على الساس نايل ما نامه، والله قلت خاب مؤشرة من عدم أنا عليك يا رحكيتها، قلت خاب هذا ميت السنة خاب رجال بالعربانة. بلي نعم يا معلي إن شاء الله. أيوة والله والله توهوس حقي سيد باللي ما نام والله. بلي الرجال ما عرفه. نعم نعم ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم سمحت السيد يعني ام علي في واقع الحال ام علي هي شافت السمك بالماي وميت، قالت ليش هذا بالماي ميت، هذا ميت السمك كذا، فصارت كانما حسب تعبيرنا فالدعايه مضاده له، وتقول اخاف الناس ما اشتروا. لا حجي خليش مرتاحه بال، ما عليك شيء، الناس هم يعرفون تكليفهم، هم يشوفون عيونهم مفتوحه، فلا عليك شيء ولا تأذي نفسك، ونامي نام رغد إن شاء الله، وادعي الله أن يهدي الناس أن يمشوا عدل. نعم أحسنتم سمحت السيد. أزمن المخرج عندنا بصمة أخرى، نعم نسمح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا الجليل. تقيأت في نهار شهر رمضان ولكن التقيؤ لم يصل إلى سقف الفم أو تجويف الفم وفقط بقي في بالعمي، فهل أفطر أم أستمر في صيامي؟ وهل أقضي هذا اليوم إذا استمريت في الصيام أم أنه مجزي علما أن التقيؤ لم يكن بقصد مني؟ نعم حياك الله حبيبي، صومك صحيح ما في مشكلة، باعتبار أن التقيؤ يعني خروج الطعام من المعدة إلى من؟ إلى الخارج، سواء كان في فضاء الفم أو إلى الخارج، هذا ليس تقيؤا وإنما صار تجشؤ، يعني يتجشأ واحد بين قوسين يسموه الدريع. نعم. إذا تجشأ شوي يصعد الأكل وينزل ما في مشكلة، ما دام في ماذا في البلعوم لا إشكال فيه، وليس في صومك إشكال وليس عليك قضاء إن شاء الله. نعم سيد. نعم ويانا اتصال من أم أحمد، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. تقول قلبك سيدنا صار لي سنتين يعني اتصل عليك على برنامج على قناة الفرات ولا حصلت، أقول أتصل وما حصلت. والله نحب شوفتك ونحب يعني محاضراتك ونحب كلامك، وحتى من تقول دعوني أنا والوالدي والله ندعي لك من كل قلبنا. نعم الله يحفظكم يا أم أحمد. تقول قلبك سيدنا وعندي ابني وين الفطور؟ احنا قاعدين وصايمين ومسكوا قلبنا، وين الفطور يطلع لي قنوات كلها دق وردف؟ هل يجوز هذا لو ما يجوز؟ اقول له حرام ولك يمه حرام، ما يسمع الكلام. قلت له اليوم الا خلي السيد هو اللي حاكيك واللي سمعك الحكي. نعم ان شاء الله. هو قاعد يسمعني الان، هو قاعد الولد. هو واقف في يسمعك حتى كان يتصل وياك على يد هاي مال الدروس الخصوصيه. واضح. نعم ان شاء الله سمحت. واطلب منك طلب، بحق جدك محمد سيد، بحق جدك محمد اريدك تدعينا من كل قلبك بصلاتك يفكنا شده العسر والدين. الله يسلمك. نعم
تحياتنا لكم يا أم أحمد، ربي يحفظكم إن شاء الله. أم أحمد الكريمة، أولا أنا أشكر دعائك وأشكر محبتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين. إحنا الآن الحمد لله في طريق صح، بس أدعي الله أن لا نخرج عن الطريق، يعني حسن العاقبة. المهم إنسان تكون حسن عاقبته. هواي ناس كانوا يخدمون، هواي ناس كانوا معممين في الطريق بس طلعوا عن الطريق، الشيطان أخذهم في طرق أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات على الطريق والمنهج والدين. الأمر الآخر، ابنك الكريم وهو شاب، يظهر شاب ومراهق، أقول له حبيبي ولدي، الله سبحانه وتعالى خلقنا الهدف، والهدف أن نعبد الله ونمشي عدل، نبني أنفسنا للأمر الصح، لا نطلع عن الطريق. رب العالمين يريد عبادة مستقيمين بتفكيرهم، بسلوكياتهم، بلقمة عيشهم، يكونوا في طريق الصح. والأغاني وغير الأغاني هذا كلها محرمة حبيبي، وليش احنا نجي نصوم ونصلي وبعدين كلها نطيرها بالسوالف والأغاني والأمور الغلط؟ وطاعة والدتك وعدم إيذائها هذا سبب توفيقك، يعني والدتك إذا تأذت وفي قلبها شيء عليك، هذا الله شاهد راح يأثر في توفيقك، يعني رب العالمين ما راح يوفقك، حتى لو صرت دكتور بس ما راح تتهنى بحياتك، ما راح. ليش؟ لأنه إيذاء الوالدة وعدم إرضائها راح يأثر في توفيقاتك أنت. فأرجوك حبيبي، أرجوك دائما تمثل أنت تمثل أمامك علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، تمثل أمامك القاسم بن الحسن صلوات الله عليه، كانوا شباب في كربلاء، شون وقفوا، شون استقاموا، شون مشوا على طريق الحسين صلوات الله وسلامه. أنتهم في نفس الطريق، أنت متدين وشيعي وموالي وتمشي للحسين وتلطم للحسين، فابقى على هذا الطريق لأنه هو اللي ينجيك بابا، وإلا هذا اللعب والفرفشة والضحك واللذات هاي كلها تروح، اللي يبقى شنو؟ العمل الصالح. الله يوفقك. نعم أحسنتم سعادة السيد. عندنا اتصال من أم حسين، حياكم الله تفضلوا. ألو. نعم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ألو. بلي نسمعكم حسين تفضلوا. أقول لك سيد، رجلي داوم بالرمادي وأخوي يقول أعطينا راتبك أبدا أشتري لي سيارة دي، وأنا احترفت قلت له لا تطرق بس كله تظل مطلوب، يعني هم حرام علينا. احترفته من يريد الراتب؟ من يأخذ الراتب؟ يريد يأخذ أخوه، يريد يشتري سيارة دي، هو إنسان ثقيل وعنده جهاز أربعة. أنا عندي كلام وياه. شكرا. أنا أريد يا أخوي. واضح. جوابكم سماحة السيد. عندنا اتصال آخر من الأخ نذير سماحة السيد، وإن شاء الله نعرض الأخذ. نعم نذير تفضلوا. وعليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم، قبل الله الطاعات. آمين وعليكم إن شاء الله. حياكم الله. الله يحفظك سيدنا. سيدنا أنا بالنسبة لي أشتغل بالسمك، السمك العدل. فأنا هذا السمك أشتري منك وحطه بالسيارة، يعني بالسيارة مالتي بالماي. هذا السمك إذا مات بالمي أو بالعربانة بها مي جاهز، إذا مات هذا المكان لو ما يجوز، يعني خرجت من ذاك المكان، يعني الحوض السابق. واضح. هذا وحدة زين. عند المراجع عند سيد الشهيد أكو عند يجوز إذا مات بالسيارة مثلا، أم يجوز عنده مثلا حرام أو مو حرام السمك يموت بالسيارة؟ إيه، لا ما أنا طلعت السمك منك من البحيرة مثلاً، من البحر، من مكان الأصلي، وخليته بالسيارة أو خليته بالعربانة وبمي. أحسنت، ما عندي وقت، جزاك الله خير. نعم إن شاء الله. لا يصير طويل. سمحت السيد نجاوب على الأخت أم حسين. الأخت أم حسين. نعم. كان سؤالها عن نعم إنه زوجها يداوم بالرمادي. شوف بابا. نعم. بعض الأزواج طيبين وحبابين، أخوتهم ما أدري يعني قد يستغلوهم، تعال نعطيني فلوسك طي راتبك أشتري سيارة. زين هاي السيارة المن وعلى أساس وبيسمنه بكرة تسوي حادث أنا أطيح بيها، وأنا عندي أطفال، عندي عائلة، عندي أولاد. فأنت في الواقع ارشدي، يعني ما أريد أقول أنت صيري حجر عثرة أمام على حال أشياء الزينة، لا،
أمام الأشياء الموزينة صيري حجر عثرة لا تخليه، وفهمي قولي لأبو فلان ترى إحنا عندنا كذا وهاي السيارة وين شي اللي يسوي بيها وشنو يعودنا هذا الأمر. فأنا كثرة المسائل اللي تجيني أن بعض الإخوة يستغلون إخوتهم في ماذا، في على حال ضررهم. فحاولي أنت تكوني إنسانة مفيدة وتوجهي توجيه صح حتى لا يقع في المشاكل. نعم سمعت السيد. كذلك الأخ نذير يسأل عن السمك. شوف حبيبي السمك نعم. إذا طلع من المي ومات خارج الماء فهو مذكى، فهو مذكى نعم. ولكن بعض الأحيان يخلون طشط والماي كلش ضحل، يعني الماي ضحل يبقى السمك بس حسب تعبيرنا يعني يتحرك، لا أنه جاي يعيش ومو عايش، هذا حالة يعني شو سموا أنتو حالة نزع، يعني هذا ما مرتاح. فهذا الماء الضحل بالطشط هذا ليس ماء يعيش فيه السمك، يعني ليس من شأنه أن يعيش فيه. فهنا حتى لو يموت في هذا الماء الضحل ما في مشكلة، أما إذا لا كان ماء مضحل ماء حوض كبير ومات داخله هذا في إشكال. أما في هاي الطشوطة وهاي الأسواني وشوية مي هو مسكين يعالج بيها هذا ما في مشكلة. نعم أحسنتم سمحت السيد. نعم سمحت بلي سمحت السيد، كان بيودنا أنه يعني ناخذ اتصالات وبصمات أخرى لكن هذا ما يسمح به الوقت. شكرا لكم وربي يحفظكم إن شاء الله. حياكم الله بارك. كذلك الشكر موصول لكم ما مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله في أمان الله ورعايته.